عاصمة تدور في الرمادي مركز محافظة الأنبار، بعد أن أصبح مقاتلو داعش على بعد بضع مئات من الأمتار من مبنى المحافظة الذي يضم مقر قيادة القوات العسكرية للمحافظة. وقد قام مقاتلو داعش بقطع طريق التزويد الرئيسي بالقرب من قاعدة الحبانية عندما شنوا هجومهم يوم الجمعة. وبحسب ما أفاد سكان في المدينة ونائب المحافظ، فإن المعركة مستمرة، حيث تمكنت قوات الجيش والعشائر من دحر مقاتلي داعش من بعض المواقع. وتدور المعارك في موقعين رئيسيين في ضاحية التجارية الشرقية الواقعة على طول الخط الرئيسي إلى الرمادي. ويسيطر داعش حاليا على معظم محافظة الرمادي المحاذية للمناطق السنية التي يسيطر عليها داعش في سوريا. المسؤولون في الأنبار وبغداد يراقبون هذه المعركة عن قرب، ولكسب هذه المعركة يقولون إنهم يحتاجون إلى تزويد العشائر بالسلاح وإلى مزيد من غارات التحالف الجوية.